في بدايتي كنت أتعب كثير إلى درجة أني ما كنت أشوف أهلي طول اليوم خارج المنزل. أنا كنت أرجع البيت آخر الليل أنام عشان اليوم الثاني أروح الدوام. أنا في بداية ما تخرجت من الثانوي كنت أشتغل في محل الخضار من صلاة الفجر، لازم تكون في سوق الخضار إلين صلاة الظهر. اشتغلت في شركة اتصالات كمندوب مبيعات، وكان طريقة عملي أنه أنا ألف بين الشوارع وبين الأسواق، المحلات، الدكاكين، وبعد مندوب المبيعات هذه حصلت لي عمل في محل ذهب. كنت أبحث عن عمل أستقر فيه وأجد طموحي فيه. كنت في محل الذهب وحكاني واحد من الشباب عن شركة السلام الطائرات، وقال لي في وظيفة سيكوريتي. طبعا في البداية أنا استغربت، قلت له سيكوريتي ما هي وظيفة، ما هو مستقبل. قال لي فيها راتب كويس وفيها إجازة يومين في الأسبوع ودوامك حيكون 8 ساعات وفيها نظام تأمينات اجتماعية. حسيت أنا أنه في حاجة ممكن تصير أحلى. جلست في السيكوريتي 4 سنوات. في نص السنة الأخيرة طبعا جو مجموعة شباب متدربين عددهم 60 شاب، فأنا طبعا فكرت الفكرة ليش أنا ما أصير معاهم، ليش ما أدخل أنا الصيانة وأطلع من السيكوريتي، كمستقبل أفضل وطموح أفضل وحياة أفضل. طبعا بديت أنا أدخل في مجال التدريب ومجال العمل. 3 شهور أخذنا اللغة الإنجليزية، وبعدين نزلت التدريب القسم. كنت أحاول أني أتعلم أكثر وأحاول أني أفهم الشغلة أكثر، كنت أرهق جسديا لكني برضو أبغى أكون موجود، إلى درجة أني جلست 2 سنين ما أخذت إجازة. طبعا في أيام كنا نشتغل في الطيارة كان فيه بعض الشغلات لازم تنظف، فكنت أنظف الطيارة ما في مشكلة لأنه جزء من عملي. بعد التدريب تعينت في قسم الانتيرير اللي هو الأجزاء الداخلية للطائرة. بعد 3 سنوات الحمد لله تمت ترقيتي إلى ميكانيكي، تحسنت أمور كثيرة ماديا وحتى يعني أنا نفسيا ارتحت. عام 2008 جتنا طيارة VIP، والحمد لله ترشح اسمي مع المجموعة اللي بتشتغل على الطيارة. عملت على الطيارة وتعلمت أشياء كثيرة. طبعا في قصة صارت لي أنا في نفس الطيارة مع 2 من الشباب مهندسين، كانوا يبغونا نركب قطعة، والقطعة هذه بالطريقة اللي هم شرحوها ما بتجي، فحاولت أنا أعطيهم فكرة من عندي وكانت فكرتي أفضل. فطبعا واحد منهم سألني قال لي الفكرة هذه أنت مهندس؟ قلت أنا لا ماني مهندس، أنا ميكانيكي، بس بحكم الخبرة اللي أنا عملت في هذه الطيارة فترة فأنا أعطيكم الفكرة هذه. سبحان الله يعني شغلة حقتي نجحت. طبعا الشركة أعطتني الثقة والقوة الحمد لله. من أول ما دخلت شركة السلام حصلت على شهادات شكر، وأي مدير يمر علي أحصل منه شهادة. أنا سعيد صراحة وراضي باللي وصلت له، بالعكس أنا أحس أني سويت شيء كبير في حياتي. كيف كنت وإيش صرت؟ الحمد لله تزوجت قبل 4 شهور وحياتي الحمد لله مستقرة، وبالعكس أنا فخور بكل شيء سويته في حياتي. طبعا في حكمة دائما أنا أقولها مع نفسي وأقولها لأي أحد من الشباب، أقول له اتعب في بداية حياتك ترتاح في نهاية حياتك. أنا توظفت، عقبالك.